مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة بداية الأسبوع من البيت الكبير. قبل ما أبدأ في أي حاجة، عايز أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين وكل المصريين طيبين بقدوم طبعا شهر رمضان العظيم، شهر الخير والبركة. بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، ومصر يا رب وكلنا بخير، ومصر دايما آمنة وفي سلام. النهاردة حلقتنا في البيت الكبير عندنا أكيد أخبار فرقتنا، أخبار النادي الأهلي بعد طبعا التأهل، وبعد الفوز الكبير، الفوز المستحق للنادي الأهلي على سيمبا التنزاني، وطبعا الاستعداد النهائي طبعا لمباريات دور الثمانية القوية جدا. وكمان بقى خلاص النادي الأهلي بعد التأهل بيستعد ل يعني المشوار المحلي على مستوى كأس مصر. حضراتكم عارفين إن شاء الله مباراة يوم الأربعاء اللي جاي مع نادي النصر، يليها بقى مباريات كتيرة جدا جدا في الدوري. حضراتكم عارفين النادي الأهلي عنده مؤجلات كتيرة في الدوري، لكن رجالتنا اللي ظهروا بشكل أكتر من رائع في مباراة سيمبا إن شاء الله قادرين الأول على طبعا تخطي فريق النصر. مباريات كاس مصر ما فيهاش كبير، لكن النادي الاهلي قادر على تخطي نادي النصر استعدادا بقى لتوالي المباريات في الدوري باذن الله. كل التوفيق لفرقتنا. النهارده عندنا حلقه دسمه، حلقه عندنا اخبار كتيره جدا على المستوى المحلي، على المستوى العالمي، عندنا ضيوف كتار جدا. لكن خليني الاول طبعا برحب بزميلتي سهام. سهام كل سنه وانت طيبه، رمضان كريم عليك. علينا كلنا، علينا كلنا. مساء الخير كابتن هاني، جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير وحلقه جديده من حلقات البيت الكبير. صحيح يعني يمكن النهارده مش اخر حلقه بمناسبه شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، اكيد هنطل عليكم، واكيد الاهلي في رمضان هيطل عليكم يوميا، احنا هنطل عليكم كل يوم اربع باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا مصريين، كل سنه وانتم طيبين، وشهر رمضان كريم، وربنا يجعله يا رب شهر مبارك علينا كلنا، ونعيش فيه بركات الخير. هو ده الشهر اللي فعلا بيحب الخير وينعاد علينا دايما زي ما بنقول، وينعاد على الاهلي والاهلاويه يا رب، وعلى كل الحبايب باذن الله.